منذ عدة أعوام استطاعت الإمارات العربية المتحدة إعادة صناعة السينما العالمية للتواجد في منطقة الشرق الأوسط بعد توقف دام أعوام لعدم توفر بيئة سينمائية تواكب تطور الصناعة السريع. النجم الأمريكي توم كروز بدأها بفيلم Mission Impossible The Ghost Protocol، ونتذكر مشهد كروز وهو يتسلق برج خليفة والذي يعتبر من أهم مشاهد العمل. اليوم يعود فيلم ستار تريك بنجوم العالميين إلى دبي، والذي سيبدأ بتصوير الجزء الجديد في دبي في تأكيد جديد على الإمكانيات والتسهيلات التي تقدمها لصناع السينما العالمية والعربية. ستار تريك ليس هو الفيلم الوحيد، بل سيحل أيضا نجم الأكشن الآسيوي جاكي تشان ضيفا على دبي كأحدى محطات تصوير أحدث أعماله كونغ فو يوغا الذي من المقرر البدء فيه خلال عدة أيام. كما انتهى فريق فيلم The Martian تصويره في وادي رم في الأردن، والذي أبدى نجمه مات ديمون والمخرج ريدلي سكوت سعادتهم بحفاوة استقبال أهل النشامة لهم وبنجاح التجربة بكل مقاييس على حد تعبيرهم. مجد الفاسي، العربية.